تعرف ان في عيد اب؟ هو انا بسمع بس ليه لا، ما احنا يا ريت نعمل، ما هو ابونا برضو لازم يفرح زيه زي امنا. الصراحة لا، هو انا عارف عن عيد الام، ان في عيد ام. اه انا اسمع ان في عيد اب، لكن مش يعني محدش من الرجالة بيهتم بالحاجات دي يعني. هو مفيش عيد اب اصلا. والله هو المفروض يبقى في عيد اب زي ما هو يبقى في عيد ام، لان الاب برضو بيعمل مجهود زي الام، وبس الام اكتر شوية. لا هو عيد الام هو اللي اكتر حاجة. والله ما اعرف من حضرتك، انا يعني نفسي يبقى في عيد اب، لان زي ما الام يعني بتعمل حاجات عظيمه لاولادها، الاب برضه بيشقى وبيتعب وبينسى نفسه وبيضحي بكل حاجه من اجل عياله. لا والله انا اول مره اعرف منك. لا ما اعرفش. لا والله ما اعرفش اي حاجه عن عيد الاب. بكره عيد الاب اجيب ايه الولد؟ مش عارفه والله. اجيب له ايه؟ والله دي بتبقى على ذوقهم بقى. مش انا اللي اختار يعني، فبدي بتبقى على ذوقهم. ممكن اجيب له سجاده صلاه ان شاء الله، اشوف هو نفسه في ايه وهجيبه له. ممكن اجيب له مثلا برفيوم، اي حاجه، تيشيرت، اي حاجه كده. اجيب له كرابيه بس. تقريبا مفيش عيد الاب اصلا. مفيش عيد اب، وعيد ام بس. انا بقول لكل اب كل سنه هو طيب، وجزاه الله خير على تربيته وتعبه مع اولاده. كل سنه هو طيب. كل سنه هو طيب. اجيب له الدنيا كلها. لا بس دايما بدعي له. بدعيله. اه طبعا، ده اجمل هديه. بقول لابويا الله يرحمه كل سنه وانت طيب، وربنا يرحمك برحمته يا رب، بس لما توجد الجنه ان شاء الله. ممكن اجيب له مصحف. وهم بيحبوني وانا بحبهم. الموضوع مش هديه، الموضوع فيه محبه. طب انا ممكن اجيب لك هديه وانا مش وانا زعلان. الهديه بكام؟ ب 1000 جنيه 500 جنيه ما تسويش حاجه. الحب اكتر من الهدايا. والدي رحمة الله عليه، والدي متوفي، وأمي يعني أم وأب قامت بالدورين، بس هو برضو مات في الشغل يعني عشان خطر، كان يعني ضحى عشاننا. هو عايش ميت بيصرف علينا، احنا بناخد معاش وبنصرف من المعاش. فنفسي كنت أجيب له الدنيا كلها، بس هو للأسف مش معايا. يعني هو كان نفسي هو يبقى معايا، ومش عايز أي حاجة تاني من الدنيا. كان نفسي أجيب له كل حاجة بس هو متوفي. كان نفسي أجيب له الدنيا كلها. نفسي أقول له إن هو وحشني بجد. نفسي اقول له ان انا نفسي اشوفه لو لحظه واحده. كل سنه وهو طيب، وكل سنه وهو معانا، وهو طبعا هو اللي شال عننا كتير واحنا صغيرين، وهو من غير ولا حاجه. وربنا يخليك ليا يا بابا، وكل سنه وانت طيب. كنت بقى هجيب احلى حاجه في الدنيا كلمه ابويا. نفسي اقول له ان كان نفسك تبقى معايا في الدنيا اللي انا فيها لوحدي دي، بس الله يرحمك ويسامحك، ولو كنت عايش كنت جبت لك الدنيا كلها. هو اصلا مش حرمنا من حاجه، وكل حاجه بتجيبها انا. ربنا يخليك لي. قال ربنا يشفيه. لا هو انا والدي الله يرحمه، بس هو لو كان عايش كنت نفسي ان انا اطلعه يحج يعني. لكل الناس كلها، خلي بالكم من الام والاب بس. شكرا.